السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عزيزاتي التلميذات، أعزائي التلاميذ، هذا الأستاذ محمد غانم يحييكم. سنقدم إليكم درسا من الدروس التي تدخل في إطار عملية التعليم عن بعد. عنوان الدرس هو مهارة المحاكاة الذي يندرج في مكون التعبير والإنشاء ويخص مستوى الثانية ثانوي إعدادي. هذه الحصة تتعلق بنشاط التطبيق التي تأتي في الترتيب بعد حصة الاكتساب، وسنعتمد في هذا الدرس على الكتاب المدرسي الذي عنوانه في رحاب اللغة العربية الخاص بالسنة الثانية من التعليم الثانوي الإعدادي. قبل الشروع في إنجاز النشاط التطبيقي، سنتذكر أولا ما هي المحاكاة وأساليبها وتقنياتها. ومن المفترض أعزائي التلاميذ أن تكونوا قد شاهدتم الحصة الأولى المتعلقة بالاكتساب عبر سلسلة التعليم عن بعد حتى تتمكنوا من إنجاز هذه الحصة التطبيقية. فالمحاكاة كما هو معروف أو واجب عليكم تعرفها سابقا، هي أمر فطري عند الإنسان، فمنذ الصغر يتعلم الطفل عن طريق المحاكاة والتقليد ويقوم بلعب أدوار تفاعلية ويتقمص شخصيات أخرى. إذن المحاكاة هي نشاط تعبيري يحاكي عملا أو فعلا أو موضوعا، وذلك بالنسج على منواله والإتيان بمثله. المحاكاة تدريب على الكتابة الإنشائية والتعبير الشفهي من خلال تقليد أفعال ونشاطات بأشكال مختلفة. أما أساليب المحاكاة فهي متعددة، منها محاكاة نص أدبي والنسج على منواله، وهو ما يسمى بالمحاكاة الأدبية. تشخيص أدوار شخصيات معينة وتقمص أفعالها، وهي ما يطلق عليه محاكاة التمثيل. محاكاة صورة أو منظر طبيعي، وهي ما يصطلح عليها المحاكاة في الرسم التشكيلي. أما الأسلوب الرابع للمحاكاة فهو تقليد أنغام أو أصوات غنائية، ويصطلح عليه بالمحاكاة الموسيقية. وما سنركز عليه ومطلوب منكم خلال هذه السنة الدراسية هو النوع الأول والثاني فقط، أي المحاكاة الأدبية ومحاكاة التمثيل. بقي أن نذكر في هذا التمهيد بتقنيات المحاكاة، خصوصا تقنيات المحاكاة الأدبية، والتي ترتكز على العمليات الآتية أو المراحل والخطوات التالية. عند محاكاة نص أدبي، يجب علينا أولا تقليد الجمل الأصلية في النص، وذلك بتغيير بعض الكلمات الواردة فيها بمرادفاتها والإبقاء على البعض الآخر. التقنية الثانية هي تغيير مضامين الجمل الأصلية للنص من موضوع إلى آخر. التقنية الثالثة، أثناء المحاكاة نص أدبي يجب أن نراعي المعجم الطاغي في هذا النص أثناء المحاكاة، بمعنى نركز على الحقل الدلالي الطاغي في هذا النص أثناء المحاكاة. بعد هذا التمهيد والتذكر المقتضب، سنشرع على بركة الله في إنجاز نشاط التطبيق. بداية سنتعرف على نص الموضوع. النشاط التطبيق: حاكي الفقرة الأولى من النص الوظيفي محاورة الطبيعة والمدونة في الصفحة 68 بعد 100 من الكتاب المدرسي، مقلدا أسلوبها ومغيرا المتكلم والنسيم بعناصر أخرى، مع استثمار ما تعرفت عليه في أنشطة الاكتساب. ستلاحظون أعزائي التلاميذ أن المطلوب منكم هو محاكاة فقرة من نص أدبي، والحرص على تغيير المتكلم والنسيم بعناصر أخرى من اختياركم، دون أن تنسوا توظيف مكتسباتكم السابقة من المهارة والتي تذكرناها سابقا. الآن قبل إنجاز التطبيق، سنعرج على قراءة الفقرة المراد محاكاتها
والتعرف على مضمونها. قال الكاتب جبران خليل جبران في بداية نص محاورة الطبيعة: عند الفجر قبيل بزوغ الشمس من وراء الشفق، جلست في وسط الحقل أناجي الطبيعة. وبينما كنت على هذه الحالة، مر النسيم بين الأغصان متنهدا تنهد يتيم يائس، فسألته مستفهما: لماذا تتنهد يا أيها النسيم اللطيف؟ فأجاب: لأنني أذهب نحو المدينة مدحورا من حرارة الشمس إلى المدينة، حيث تتعلق بأديالي النقية ميكروبات الأمراض، من أجل ذلك تراني حزينا. هذه الفقرة التي استمعنا إليها تبين أن المتكلم أي الكاتب جبران خليل جبران يحاور مكونا من مكونات الطبيعة وهو النسيم. فقد كان الكاتب جالسا وسط الحقل، ولما مر النسيم لاحظ أنه حزين، فسأله الكاتب عن السبب. فأكد النسيم أن ما يلحقه من تلوث جراء ذهابه إلى المدينة هو الذي يزيد من حزنه. والمطلوب كما أسلفنا هو النسج على منوال هذه الفقرة ومحاكاتها. ولكي نقوم بذلك، وجب علينا الاسترشاد أولا بالتقنيات التالية. أولا عليكم تحديد الكلمات المفاتيح والجمل الأصلية في الفقرة المحددة، القيام بتقليدها بنفس صياغها التركيبية والنحوية، بمعنى لا نغير أي شيء من صياغها. ثالثا تغيير المتكلم والنسيم بعناصر أخرى من اختياركم. رابعا الاحتفاظ ببعض الكلمات الواردة في الفقرة وتغيير الباقي بمفردات أخرى. كذلك مراعاة المعجم الطاغي على مضامين الفقرة أثناء المحاكاة. وثانيا عليكم لإنجاز التطبيق الاستعانة بالجدول الظاهر أمامكم، وهو تطبيق عملي لهذه التقنيات ومساعد على إنجاز المحاكاة، هو الذي سيسهل عملية تحويل الفقرة أو محاكاتها إلى فقرة أخرى مماثلة لها. فكما ستلاحظون من خلال الجدول أننا وضعنا في الخانة الأولى الجمل الأصلية في الفقرة الأولى من نص محاورة الطبيعة، وفي الخانة الثانية تجدون جملا تحاكيها وتقلدها بناء على تحديد الكلمات المفاتيح التي وضعناها بلون أخضر. وهكذا صار بإمكاننا بعد تأمل دقيق لجمل النص الأصلية وبذل مجهود إضافي أن نغير الجملة الأولى: عند الفجر قبيل بزوغ الشمس من وراء الشفق، أن نغيرها بجملة أخرى عند احتفظناها بالكلمة المفتاح عند، وغيرنا الباقي وصار عند الظهيرة وقد انتصف النهار وبلغت الشمس وسط السماء. أما الجملة الثانية: جلست في وسط الحقل أناجي، غيرناها بعبارة: جلس الراعي تحت شجرة يستظل بظلها ويستريح بعد الدقائق. وتلاحظون أننا غيرنا الكاتب أو المتكلم بمخاطب آخر وهو الراعي من خلال هذا المقطع. أما الجملة الثالثة الأصلية هي: وبينما كنت على هذه الحالة، غيرناها بعبارة: كان مستلقيا يتأمل ما يحيط به. أما الجملة الرابعة: مر النسيم إلى غير ذلك متنعيدا، فغيرناها بالكامل ووضعنا مكان النسيم الشجرة، وصارت الجملة على الشكل التالي: سقطت قطرة دمع على وجهه، ولما رفع رأسه شاهد الشجرة تبكي بحرقة. والجملة الخامسة: فسألته إلى غير ذلك، غيرناها بعبارة: فسألها باستغراب: لماذا تذرفين الدموع يا أيتها الشجرة الجميلة؟ والجملة السادسة:
كان في الأصل فأجاب النسيم إلى غير ذلك بعبارة فأجابت أو بجملة أخرى مناسبة فأجابت لأنني أعيش في بيئة لوثها الإنسان فقد أحاطت بي نفاياته وقطع أغصاني وأتلف أوراقي وثماري من أجل ذلك تجدني حزينة والبكاء لا يفارقني. وهكذا بعد الاحتفاظ ببعض الكلمات الأصلية من النص وتغيير البعض الآخر وبعد استبدال النسيم بالشجرة والمتكلم بالراعي نحصل على النص الآتي أو المحاكاة الآتية: عند الظهيرة وقد انتصف النهار وبلغت الشمس وسط السماء جلس الراعي تحت شجرة يستظل بظلها ويستريح بعض الدقائق، وبينما كان مستلقيا يتأمل ما يحيط به سقطت قطرة دمع على وجهه، ولما رفع رأسه شاهد الشجرة تبكي بحرقة فسألها باستغراب: لماذا تدرفين الدموع يا أيتها الشجرة الجميلة؟ فأجابت: لأنني أعيش في بيئة لوثها الإنسان فقد أحاطت بي نفاياته وقطع أغصاني وأتلف أوراقي وثماري من أجل ذلك تجدني حزينة والبكاء لا يفارقني. بعد قراءتنا لهذا المنتوج النهائي وتحققنا من حلوه من الأخطاء وأنه التزم به المطلوب، ولاحظنا أن هناك انسجاما وترابطا بين عناصره، أضف إلى ذلك أنه وظف خصائص أساليب المحاكاة، نكون قد أنجزنا نشاط التطبيق وفق خصائص مهارة المحاكاة، وبذلك حولنا الفقرة الأولى من نص محاورة الطبيعة إلى فقرة أخرى تحاكيها وفق معايير المهارة المدروسة. لذا وجب عليك عزيزي التلميذ أن تتبع الخطوات والمراحل السابقة لإنجاز تدريب أو تطبيق آخر في المنزل، ونضع بين يديك نشاطين للإنتاج. الأول شبيه بما أنجز في هذا الدرس، وآخر مخالف له ويتعلق بمحاكاة التمثيل. لكن إن بذلت المجهود المضاعف وركزت على تحديث المعطيات وفهم المطلوب سيسهل عليك الإنجاز. سأقرأ أولا نشاط الإنتاج الأول. يقول النشاط: حاكي الفقرة الأولى من النص الوظيفي آفاق الصحة في عصر الحاسوب والمدونة في الصفحة 54 بعد المئة من الكتاب المدرسي، مع تغيير موضوعها من التطبيب عن بعد إلى التعليم عن بعد، مستثمرا ما تدربت عليه في أنشطة الاكتساب والتطبيق. بطبيعة الحال النص المقصود هنا أو هذا النص الوظيفي هو موجود في كتاب مرشدي في اللغة، عفوا موجود في كتاب في رحاب اللغة العربية للسنة الثانية من التعليم الثانوي الإعدادي. والمطلوب تغيير الموضوع الذي يتحدث عن النص أي التطبيق عن بعد إلى موضوع آخر وهو التعليم عن بعد. وفيما يلي الفقرة الأولى من نص آفاق الصحة في عصر الحاسوب: التطبيب عن بعد هو استخدام المعلومات الطبية المتبادلة من موقع إلى آخر عن طريق الاتصالات الإلكترونية من أجل صحة وتوعية المريض أو مقدم الرعاية الصحية وبغرض تحسين العناية بالمرضى. وللتطبيب عن بعد القدرة على تحسين ظروف الرعاية الصحية بتوفير مجموعة أوسع من الخدمات مثل الفحوص الإشعاعية ومعالجة الأمراض الجلدية وتتبع الصحة العقلية وتقديمها إلى المجموعات والأفراد الذين هم أقل تمتعا بالخدمات الصحية التقليدية في كل المناطق الحضرية والريفية. أما نشاط الإنتاج الثاني فيقول: تقمص شخصية أستاذ ثم حاكيه في توجيه النصائح إلى أصدقائك التلاميذ، يوجههم إلى أهمية التحصيل الدراسي مستثمرا ما تدربت عليه في مهارة المحاكاة. ستلاحظ عزيزي التلميذ
أن هذا النشاط يختلف تماما عن النشاط الأول، فهو يتعلق بالمحاكاة الثانية أي محاكاة التمثيل، ولكن ستقوم بها إما شفهيا أو كتابة. من الأفضل أن تحولها على نشاط كتابي وتقوم بدور الأستاذ وهو يحاكي وتحاكيه أثناء توجيه النصائح إلى التلاميذ، مع التركيز على موضوع أهمية التحصيل الدراسي. نتمنى لك عزيزي التلميذ التوفيق، ونتمنى أن تستفيد من هذه الحصة ومن هذا الدرس التطبيقي، وإلى فرصة قادمة بحول الله.